بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكركم، بشكر لكم حضوركم المؤتمر الصحفي للنهاردة، اللي إن شاء الله بإذن الله هيكون في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هي إعلان جدول الانتخابات الخاص بالمكتب السياسي للحزب، واللي إن شاء الله مزمع عقدها يوم 13 مارس، وهيكون في تعريف بالأمين العام الجديد للحزب الأستاذ أحمد فوزي، وملامح على الخطط الأمانة العامة لحزب مصر القوية خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله هيكون في تعليق على بعض المواقف السياسية اللي مرت خلال الفترة اللي فاتت. ثم هستأذنكم إنه هيبقى في حديث خاص ليكم انتوا وحديث خاص للإعلام، هتشرف إن أنا أكون النهاردة بتكلم معكم فيه. يمكن النهاردة وإحنا قبل ما نبتدي مؤتمرنا كالعادة، إحنا كل يوم بنصحى على خبر من الأخبار السيئة. النهاردة كان في الحكم الخاص ببراءة حبيب العدلي وأحمد نظيف، ليتم إسدال الستار على آخر من قامت ضدهم الثورة، يتم تبرئتهم النهاردة، في حين أنه امبارح كان بيصدر حكم على من قاموا بالثورة بخمس سنين وبخمستاشر سنة وخلافه. النهاردة نظام مبارك أصبح كله خارج السجن، وكل من صار على نظام مبارك أصبح داخل السجن، وده اللي بيخلينا نؤكد أن احنا في مصر القوية عندما نصنف النظام الحالي أنه نظام الثورة المضادة بامتياز، لم نكن نبالغ ولم نكن ندعي، بل هو بحق هو نظام الثورة المضادة بامتياز، ومن يحكمون الآن هم من يمثلون أباطرة الثورة المضادة في مصر. احنا نبتدي ان شاء الله مع الأستاذ أحمد غنيم رئيس المفوضية العليا للانتخابات بحزب مصر القوية لعرض جدول انتخابات المكتب السياسي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. ان شاء الله انتخابات المكتب السياسي اللي هتتم التصويت عليها او اجراءها يوم 13 مارس في اثناء انعقاد الهيئه العليا هتكون اخر حلقه في حلقات اكتمال الهيكل التنظيمي لحزب مصر القوي. الانتخابات بدات تقريبا من حوالي 6 شهور بانتخابات الشيخات والاقسام والمراكز والمحافظات، وبها اصبح الهيكل التنظيمي لحزب مصر القوي على المستوى المحلي كاملا متكامل. الحمد لله تم انتخاب الهيئه العليا، الأعضاء المنتخبين فيهم في المؤتمر العام السابق أو المؤتمر العام الأول للحزب اللي تم انعقاده يوم 13 فبراير. آخر حاجة هتبقى انتخابات المكتب السياسي، وتم فتح حيوية الترشح السبت الماضي يوم 21 فبراير. إن شاء الله يوم السبت القادم 28 فبراير هيتم غلق باب الترشح للانتخابات المكتب السياسي، واللي بيحق لها الترشح لكل أعضاء الحزب المسددين لاشتراكاتهم لعام 2015، لكن حق التصويت بيكون فقط للهيئة العليا، هي اللي بتختار الأربع أعضاء المنتخبين وأمين الصندوق في المكتب السياسي للحزب. يوم الحد إن شاء الله هيتم إعلان كشف المرشحين الأولي الناس اللي رشحت نفسها. يوم الأربع هيبقى وهيعلن في نفس الوقت فتح باب الطعون. يوم الأربع 4 مارس هيتم إغلاق باب الطعون، ويوم الجمعة 6 مارس هيتم إعلان الكشف النهائي للمرشحين، وإن شاء الله التصويت العلني أو التصويت السري المباشر على المرشحين هيكون أثناء انعقاد الهيئة العليا يوم 13 مارس إن شاء الله. بكده يكون اكتمل كل الهيكل التنظيمي للحزب من أول رئيس الحزب لغاية أصغر شيخة موجودة في الحزب.